في ظل تسابق معظم دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره السريع في كثير من الدول ويحصد أرواح الآلاف من سكان المعمورة، فقد دعا الأردن مواطنيه إلى ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر. وسارعت الحكومة بإصدار أمر دفاع يقضي بحظر تنقل الأشخاص ومنع تجوالهم في جميع مناطق المملكة، مع ضمان تأمين احتياجاتهم الأساسية من خبز وماء ومحروقات ودواء وحليب أطفال وكافة مستلزمات العائلة الضرورية. وقد تابع جلالة الملك عبد الله الثاني شخصياً وبشكل يومي طرق التعامل مع هذا الوباء، مشدداً على ضرورة التقيد بتطبيق هذه الإجراءات. أطلب منكم بصوت الأب لأبنائه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، فلنرتقي بمسؤولية حماية الوطن الذي نحب، فلنتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها في هذه الأيام. بدورها أكدت الحكومة الأردنية أن مخزونها من المواد الأساسية والغذائية والمشتقات النفطية يكفي حاجة المملكة لمدة كافية. وضمن الإجراءات الوقائية علقت الحكومة دوام المؤسسات التعليمية، رياض أطفال وحضانات ومدارس وجامعات وكليات ومؤسسات ومعاهد تدريب لمدة أسبوعين، مستخدمة كبديل لذلك طريقة التعليم عن بعد لطلبة المدارس من خلال منصة التعليم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. وكإجراء احترازي أوقفت الحكومة جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة وحتى إشعار آخر، واعتبرت جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين باستثناء حركة الشحن التجاري، كما أوقفت جميع الفعاليات والتجمعات العامة ووجهت المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية بما فيها بيوت العزاء والأفراح والالتزام قدر الإمكان البقاء في بيوتهم وتفادي الخروج إلا للضرورة. هذا وقد قامت وحدات القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي ودوريات الأمن العام بالانتشار على مداخل ومخارج المدن بهدف المحافظة على السكان حتى بدت الشوارع خالية من المارة. وقد وصلت نسبة التزام المواطنين بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق المحلات التجارية إلى درجة عالية. وحذرت الدولة أي مواطن يحاول الخروج أو خرق حظر التجوال من تعريض نفسه للمساءلة والسجن الفوري، داعية أصحاب المحال التجارية إلى التقيد التام بالتعليمات والقرارات الحكومية بعدم فتح محالهم طوال فترة الحظر، حفاظاً على سلامة الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا. وبدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن فرض حظر التجوال في المملكة مستمر لأيام وقد يمتد لأسابيع، لكن هذا القرار يبقى خاضعا للتقييم كل 48 ساعة من قبل الأجهزة المختصة. رصدنا ارتياحا عاما لدى المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا نريد لحالة الارتياح هذه أن تدفع البعض لارتكاب ممارسات سلبية كالإفراط في النزول إلى الشارع أو إهمال إجراءات الوقاية والاحتراز أو خروج المواطنين من ذوي الأعمار الأقل من 16 عاما والأكثر من 60 عاما. ما زلنا في أزمة وأعداد الإصابات في تزايد مع الأسف، وهذا بحد ذاته مؤشر لا يدعو للارتياح أبدا، بل يدعو إلى القلق ويدفعنا للتفكير في إجراءات أخرى قاسية إذا ما كان هناك التزام بمعايير السلامة والصحة العامة. هذا وقد اتخذت وزارة الصحة الأردنية العديد من الإجراءات الهامة للحد من انتشار المرض، أبرزها عزل المصابين بفنادق ومستشفيات متقدمة
وعمل فحوصات للقادمين من الخارج ووضعهم في حجر صحي في فنادق محددة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس. وأكدت الوزارة التزامها بإعلان عدد حالات الإصابة بشكل دوري وشفاف وإحاطة الرأي العام بظروفهم والوضع الصحي العام لهم، مع احترام الخصوصية الصحية والطبية للمواطنين ولزوار المملكة، والحرص كذلك على حماية بياناتهم. على صعيد متصل وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس في الأردن، فقد تقرر إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي، ولم يمنع الحظر المفروض على الأردن رؤساء الكنائس الكبرى في عمان من إقامة قداس الأحد وصلوات الزمن الأربعيني بشكل فردي وعبر أثير فضائية نورسات، ليستطيع كل المؤمنين الصلاة في بيوتهم وسماع الإنجيل والعظة. ففي كنيسة القديس نكتاريوس الصغرى للروم الأرثوذكس، ترأس مطران الأردني للروم الأرثوذكس كريستوفوروس عطلة قداس الأحد صباحاً ووعظ المؤمنين قائلاً: نحن دائماً ما منخاف من الصعاب، لأن نحن منؤمن إن المسيح معنا وأمنا الفائقة القداسة معنا. هذا الشيء بعطي سلام في قلبنا مع كل القلاقل اللي هي حوالينا. وعشان هيك وإنتوا موجودين في البيوت ارفعوا صلاة، وخلوا هاي الفترة إنكم اجلسوا مع نفسكم. خلي كل واحد فينا هاي الفترة يتصادق مع نفسه. نحن محتاجين إنه نكون بعيد عن ضجيج العالم اللي كثير أرهقنا في الفترات الماضية، وبفكر علينا إنه نستغل هذا الظرف، مش إنه حتى نخاف ونقلق ونضطرب من المجهول الآتي، ولكن علينا إنه نستثمره أفضل استثمار. وخلينا نبلش مع الصلاة ومع متابعتكم للصلوات اللي أنا بعرف كثيرين منكم بتابعونا. كمان شيء، خلي كل واحد يعود لنفسه ويعود لأسرته لبيته. لكثير مرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلتنا بعاد عن بعضنا البعض، يعني خلت العيلة تكون بعيدة عن بعضها البعض. خلينا في هاي الفترة نقرب من بعضنا البعض، نلتقي مع بعضنا البعض. خلينا نخلع بعض عادات سيئة اللي كانت فينا لما كانت تجتمع العيلة وكل واحد ماسك موبايله وهو في عالمه. نعمة الصليب تظلل وطننا وأوطاننا، مشرقنا والعالم بأسره. بركة الصليب تدخل لكل بيت من بيوت أبنائنا ولكل قلب من قلوبنا، وتعطينا نعمة وسلام وبركة ودرع وقاية وحماية من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ومن الأمراض النفسية والجسدية والروحية. أما في كنيسة مطرانية الروم الكاثوليك، فقد ترأس الأرشمندريت بسام شحاتيت صلاة النوم الكبرى، عاونه الأب عماد بواب وقد بثتها نور سعد. في هذه الأوقات الصعبة الصلاة مهمة جدا. نعم، لقد أغلقت الكنائس والجوامع لأن هذا عمل احترازي، ولكن في بيوتنا في كل مكان يمكن أن نصلي. وفي هذه الأوقات العصيبة نتذكر أن هناك في الكتاب المقدس 62 آية تقول: لا تخافوا، ثقوا فإني قد غلبت العالم. عدم الخوف من الذي يحدث هذا يعطينا إيمان وثقة أننا سننتصر على هذا المرض بمعونة الرب. والرب يسوع المسيح هو إله القيامة، لذلك نحن نؤمن أننا على هذه الأرض أننا منتصرين بقيامة الرب يسوع المسيح.
وهذا بنفس الوقت يجب أن يعمل الجميع على حماية أنفسهم من خلال أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن الحكومة وعن الدولة، أن نلتزم في بيوتنا بالنار نخرج، وأن نلتزم بتعليمات الحكومة والجيش. نشكر الله أن الدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء والحكومة ووزير الصحة والجميع يعملوا بكل طاقتهم من أجل تحديد هذا المرض وعدم انتشاره. وأيضا النقطة الثانية هي أن لا نكون أنانيين، أن نعمل معا من أجل حماية الوطن. ونشاهد في الأردن كثير من المبادرات من خلال الشركات والباصات والتاكسيات، ومن خلال المواطنين المهندسين والأطباء. كل إنسان وضع نفسه في خدمة الآخرين. في هذا الوقت نحن بحاجة أن نكون يد واحدة وأن نعمل على حماية الوطن. وفي كنيسة مطرانية اللاتين في الصويفية ترأس أيضا المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي الذي بثته فضائية النور سات على الهواء مباشرة، والذي حث فيه المسيحيين على ملازمة البيوت واتباع تعليمات الجهات الأمنية وأخذ الاحتياطات اللازمة. إخوتي وأخواتي، أدعوكم في هذا الزمن إلى إعادة اكتشاف الصلاة البيتية ولا سيما صلاة السبحة في ظرف عصيب يشبه ظرفنا، وعندما كانت أوروبا تقاوم الطاعون الأسود في منتصف القرن الخامس عشر، تمت إضافة جملة لصلاة السلام عليك يا مريم. فبعد يا قديسة مريم صلي لأجلنا نحن الخطأ، أضافت الكنيسة الآن وفي ساعة موتنا. إخوتي وأخواتي، بينما يواجه العالم خطرا من نوع آخر وقد بلغ الموت أكثر من 12,000 والمصابون زادوا عن 300,000 والأعداد في تزايد، لنصلي في بيوتنا حتى يبعد الله عنا شر الآفات والأوبئة. إخوتي وأخواتي، أحثكم على ملازمة بيوتكم واتباع تعليمات الجهات الأمنية وأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة، فهي لسلامتكم. ونصلي بحرارة عن نيات العالم كله، لنصلي كي يجد العالم الدواء الناجع، لنصلي لأجل المصابين والمخطرين ومن أجل الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية ولكل من يعمل لصالحنا. إخوتي، نتعلم من المرأة السامرية أن الخلاص هو من عند الله، ويأتي هذا الفيروس الصغير ليذكر الإنسان بهشاشته وضعفه وحاجته إلى الشفاء الروحي قبل الجسدي، والشافي أولاً وأخيراً هو الله. آمين. هذا، وسوف تستمر نورسات في خدمتها خاصة في هذا الظرف الراهن برسالتها التي ما توانت عنها يوماً، في أن تكون كنيسة بيتية من خلال إيصال بث القداديس والصلوات إلى كل أسرة أينما وجدت على وجه هذه المسكونة.